هاي، معكم كارول من أسنابل نيوز. ملايين من الناس اجت من سوريا على لبنان بسبب الحرب، وهلأ عم بيواجهوا مصاعب كتيرة بسبب البرد القارس والتلج اللي عم بيصير حواليهم. كتير من الجمعيات ساهمت بمساعدتهم، ومنهم جمعية ميسيون دو في رسالة الحياة. النازحين بيعيشوا بظروف صعبة وبحاجة ماسة لكل شيء، فالسكن غير متوفر والأعداد كبيرة، ولابد من مساعدة هؤلاء الأمهات والأطفال الصامدين والصابرين بوجه المعاناة الصعبة. بعد اخر عاصفه اللي صارت لمسنا انه في كثير اشخاص وخاصه الاولاد ماتوا من البرد، وهيك قمنا بحلمله من 12 يوم انه ما بقى يموت ورد من البرد، وجينا عملنا كشف ميداني على منطقه البقاع الاوسط ولمسنا انه هيدا المخيم هو الافقر، لانه مثل ما انتم شايفين هو مستنقع، عايشين بمستنقع، وهيك اذا الله راد عم نطال 3 مخيمات اليوم بالبقاع، والحمله مكفايه، وبنتمنى من الكل انه يكونوا عم بيتعاونوا معنا بهيدا الشيء، ومثل ما شايفين ليكوا فرح الاولاد، مثل ما شايفين فرح الاشخاص انه في حدا على القليله عم بيزورهم ويقول لهم الله معكم ونحن معكم لاخر دقيقه، حتى لو مهما قويت التحديات بضل الله يدبر من خلال كثير اشخاص طيبين، بقى ان شاء الله انه نكون عم نقدر نضوي شمعه بظلمه هيدا العالم بهيدي الحمله. حاجاتهم كتيرة وأسئلتهم دايماً وين رح نسكن؟ كيف بدنا نتدفى؟ كيف بدنا نأمن لقمة العيش؟ جمعية ميسيون دو في دايماً على قلبها أنه تساعد هدول الناس المحتاجين وتوفر لهم المعونات وتأمن لهم التدفئة. بدي هدوم وبدي ألعاب وبدي ألعب. ماري عمري 9 سنين، هل من الحظ من الحرب؟ بس من بكير سو هنا خاطف لي عصفور صغير يا حرام بتشرب سيقع جوات المطر. كلنا شهدنا بالفترة الأخيرة وهيك بفترة العواصف، هيك كنا عم نحضر على الأخبار شو كان عم بيصير مع أخوتنا اللاجئين يلي كانوا عم يجوا وصلوا على لبنان، وكلنا شهدنا كمان قديش في عيال لبنانية وعراقية وسورية كمان عينوا بفترة هيدي السقعة. منشان هيك قدام هيدا الواقع نحن ما فينا نوقف من دون ما نعمل شيء، فقررنا كجماعة رسالة حياة أنه نكون عم نقوم بخطوة، وهيدي الخطوة كانت هي حملة ما بقى يموت طفل من البرد. وهيك صار، بلشنا طلبنا من الناس انه نكون عم نجمع اغراض، وجمعنا تياب، حرمات، مواد غذائيه، دفايات، وهيك اليوم نحن جينا باول نهار، لانه هيدي منا الخطوه الاخيره، هيدي اول خطوه، بس جينا حتى نكون عم نوزع هالاغراض على هالعيال المحتاجه. <تصفيق>
كتير حلو أنه نساعد هدول الأطفال المحتاجين بأنه نعمل جردة على ثيابنا وألعابنا. إذا في شيء نحن مش بعازة إله فينا نضبه ونسأل أهالينا لمين فينا نعطيه لحتى يوصلوا للفقرة. كانت معكم كارول من SNAB News.